محمد السادس تعمر بجميع النواحي، وحتى الثقة ديالو في المخزن راه بقات كتمشي الثقة ديالو في المخزن بغى يجيب حاجة أخرى، بغى يدخل الصهاينة. علاش؟ حتى ذاك المخزن راه من اللورا كلشي راه كيشوف، راه هضرنا عليها قبل، هضرنا الشعب كيبان له المخزن راه يبان له بحال الصهاينة، بحال محمد السادس بحال الصهاينة. ولكن درك محمد السادس صافي راه كيضعف، راه كيضعف محمد السادس. واش تبغى درك؟ واش تبغى هذا المنكر ديال محمد السادس؟ خص يستقوى، ها هما اللي كيستقواو بالاجندات الخارجية. حنا من خش الحراك قال لك راه اسرائيل كتمولهم، الجزائر كتمول الحراك، راه اسرائيل الصهاينة هما اللي يمولوا الحراك. ايوا ودروك شكون اللي داير يدو في اليد مع الصهاينة؟ عالم يشهد. شكون دار التطبيع؟ الحراك اللي دار التطبيع، والشعب اللي دار التطبيع. شكون اللي دار التطبيع مع الصهاينة؟ دارها فرعون السادس، وها هو دخلهم لكم. ها هي الطيارة ديال اسرائيل نتاع الصهاينة ما كتحبس تمشي وتجي. انا علاش كنهضر لهذا الموضوع هذا؟ لانه خطير، ويهم الشعب المغربي الحر، ويهم جميع الفئات. راه الاستعمار دخل لكم استعمار جديد، كان استعمار فرنسي، كان اسباني، كان وكان وكان، جاب لكم استعمار صهيوني والناس كتشوف. يعني احنا ما خصنا نوقفوا سيكوند في الطريق في الجهه نتاع محمد السادس. صافي صافي ما نكونوش سيكوند في الطريق ديالي. القطع ارضيه توسع على الصهاينه امام الجوع، امام العطش، امام الفقر، امام قوارب الموت، امام الناس في الحباسات، امام الميزيريه اللي قايسه الناس. الناس كتموت في المستشفيات، زيدوا زيدوا زيدوا. ومين كتموت هنايا تهضر كيقول لك شي وحدين لا الله يزيد لهم الله يدير لهم. ما عليكمش اخوتي، غادي يبان لكم الصحيح. ما بالكش اليوم الصح، غادي يبان لك غدا ولا بعد غدا. ورا الشعب شاعله فيه النار، ورا وصلت للعظم. انت يا مين كيشوف الانسان يخرج ويدير لك مباشر يقول لك راه العلويين اعطوا هذه القطعه ارضيه للصهاينه. اخوتي نوضوا هضروا علينا، نوضوا هضروا. واش تراك واش هذا الشيء هذا في هذه البلاد بزاف؟ خمم انت يا الاخوان، واش كاين قاعده عسكريه في الناظور؟ شكون انت عم قاعده عسكريه؟ قاعده صهيونيه عسكريه في الناظور، قاعده صهيونيه في الجنوب نتاع المغرب نتاع من نتاع الصهاينه. مين فاتت هذا الشيء؟ فين هذا الشيء؟ ما كاينش شي قانون في شي بلاد، ما كاينش. مثلا انا راني في بلجيكا ويعيطوا لشي واحد بشي دوله بالصين ولا بالشينوا ولا بين، ويقول له روح هنايا ديروا لنا الحداده، روحوا هنا ديروا لنا قاعده عسكريه. هذا استعمار الاخوان، يمدهم في طغيانهم.